كتير جيداً. أحمد عبد القادر أغلق ملف الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري وتمسك بالحصول على الفرصة من جديد والقتال لإثبات نفسه في أحقيته في المشاركة مع الفريق. طيب أحمد عبد القادر بيوجه يعني رسالة لأحمد حمدي بعد انضمامه لنادي الزمالك، وهل دي تلميحات لقدوم أحمد عبد القادر إلى نادي الزمالك ولا لا؟ حرص أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة لأحمد حمدي صفقة الزمالك الجديدة بعد إدرام مسؤول نادي الاتفاق مع اللاعب المارد الأحمر السابق على الانضمام لصفوف النادي لمدة 3 سنين ونصف بشكل رسمي. أحمد عبد القادر يفاجئ صفقة الزمالك الجديدة برسالة خاصة، وعلق أحمد عبد القادر على الصورة الخاصة لإعلان أحمد حمدي انتقاله لصفوف نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على الانستغرام معلقا: مبروك يا حبيبي. أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، انتقل أحمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد حسم كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة وانضمامه رسميا إلى صفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم ونصف. ارتبط اسم أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الماضية بعد أزمته مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بشكل رسمي قبل أن يتم العفو عنه ويعود للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق. أحمد عبد القادر قريب جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك. أحمد عبد القادر بقول لك قريب جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك. أحمد عبد القادر بيطالب القلعة الحمراء أو بيطالب النادي الأهلي يعني الموافقة على العرض بتاعه للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. أحمد عبد القادر بيفاجئ الجميع. أحمد عبد القادر بيفاجئ الجميع. على فكرة يا جماعة، أحمد عبد القادر مفيش خلاف على مهاراته. مفيش خلاف على الإطلاق على مهارات أحمد عبد القادر، إن هو من أفضل اللعيبة في مصر بالمستوى الفردي ولكن ليس المستوى الجماعي. أحمد عبد القادر على المستوى الفردي حاجة جامدة جدا، على المستوى الفردي حاجة جامدة جدا، ولكن هل أحمد عبد القادر أخطأ أو قصر في حق نفسه؟ بالطبع نعم، أحمد عبد القادر قصر في حق نفسه كتير جدا، خصوصا إن مارسيل كولر مش بيحب اللعب الفردي. مارسيل كولر بيحب الفردية والجماعية في نفس الوقت، يعني لما يكون عندك يعني لما تبقى رايح واحد ضد واحد ده بالتالي لازم يكون مجهود فردي. فبأحمد عبد القادر كان من أفضل اللعيبة في مصر اللي بتعمل الحتة دي قوي، اللي هي بتقدر تروح واحد على واحد وبتقدر تروح وتجيب جوان زي ما شفنا مباراة الهلال السعودي التاريخية 4-0 في كأس العالم للأندية. لكن بالنسبة للمستوى الجماعي هو أحمد عبد القادر قليل جدا على المستوى الجماعي وبيفضل اللعب الفرد أكتر، وده طبعا ساعات كان بيهدر هجمات خطيرة جدا للنادي الأهلي بسبب الفردية بتاعت أحمد عبد القادر، وده طبعا اللي عصب مارسيل كولر منه واللي زعل مارسيل كولر منه، ان انت بيبقى معاك 2 و3 بيكون في الهجمة وبتفضل برضو انك تشتغل فردي، وده طبعا مش موجود في كرة القدم لان كرة القدم لعبة جماعية وليست لعبة فردية، ولكن هي مطلوبة الفردية في بعض الاوقات فقط. هل ينتقل احمد عبد القادر للزمالك؟ الله اعلم. هل احمد عبد القادر الموسم الجاي يكون في الزمالك؟ برضو الله اعلم. لكن اقول لحضراتكم حاجات مثيرة جدا، ولو النادي الاهلي ما عملهاش اقول لكم بنسبة 100% احمد عبد القادر سينتقل لنادي الزمالك. احمد عبد القادر خلاص هيحترف في نادي سيوسبور تركي بنية الشراء، يعني اعارة 6 شهور بنية الشراء. في حالة الشراء النادي يدفع 2.5 مليون دولار للنادي الاهلي ويشتري احمد عبد القادر، ولكن لازم إدارة التعاقدات في النادي الأهلي تحط بنود قوية جدا في عقد أحمد عبد القادر في حالة فشله الاحتراف الخارجي والعودة مرة أخرى إلى مصر، يكون من بوابة النادي الأهلي وما يقدرش يلعب في نادي في مصر غير بموافقة النادي الأهلي،
وده طبعا اللي البند اللي النادي الاهلي حطه في عقد حمدي فتحي والبند اللي حطه النادي الاهلي في عقد محمد شريف. هل النادي الاهلي هيحط نفس البند في عقد احمد عبد القادر؟ هل النادي الاهلي هيقدر يحافظ على احمد عبد القادر الفترة اللي جاية؟ طيب كابتن ابراهيم سعيد بيقول لك احمد عبد القادر فتح باب مفاوضات مع نادي الزمالك. ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي الكبير بيكشف عن تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع احمد عبد القادر لاعب الاهلي للتعاقد معاه خلال الفترة القادمة. وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج التلفزيوني: هناك وسطاء توصلوا مع احمد عبد القادر، تمام كده، لمعرفة انتقاله او معرفة رأيه في الانتقال الى نادي الزمالك. وتابع شهادة الفترة الاخيرة استفسارات من بعض الوسطاء مع نادي الزمالك من اللاعب ومن المقربين لي عن موقفه من الانتقال للزمالك حال رحيله عن النادي الاهلي في هذه الاوقات. وقال كمان: جاء ذلك بعدما ظهر عبد القادر ضمن ابرز المرشحين بقوة للانتقال الى نادي الزمالك، ولكن اكد مصدر مقرب بان اللاعب لم يغلق هذا الباب بشكل نهائي. وقال سعيد حديثه قائلا: احمد عبد القادر لم يقرر مصيره حتى الان، ولكن الاقرب هو الرحيل عن صفوف النادي الاهلي وفتح باب مفاوضات مع الزمالك. وبيرغب احمد عبد القادر في الرحيل عن النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله بعد وصول علاقته الى طريق مسدود مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واخرهم كانت بطوله كاس العالم واستبعاده نهائيا من بطوله كاس العالم للانديه. خلاصه الكلام، احمد عبد القادر من اللعيبه الكويسه جدا، ونادي الزمالك نادي كبير جدا. حتى لو احمد عبد القادر انتقل لنادي الزمالك هيكون اضافه قويه 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 لنادي الزمالك. واقول لكم كمان، لو انتقل احمد عبد القادر هيتوهج في نادي الزمالك، خصوصا لما يكون زيزو في اليمين وعبد القادر في الشمال بقى، واحمد حمدي في الوسط، وما ادراك بقى ما الثلاثي المرعب ده. لكن توقعاتي، اتوقع ان احمد عبد القادر في حاله فشل مارسيل كولر باحتواء اللاعب سينتقل لنادي الزمالك الفترة القادمة، ونتمنى التوفيق سواء كان اهلي او زمالك، هما الاثنين اندية كبيرة وقطبي الكرة المصرية. في نهاية الحلقة اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبتكم، ياريت تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي ونادي الزمالك والكرة العربية والمصرية بشكل عام. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. اشوفك على خير، مع السلامة.